شغل ببالك، عاش لك عاش الحساس لك يا ربي الحساس، هات شغله 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 شغله. أصدقائي ليش في هاجمون؟ شو سر بتحسوا بمرض؟ في 23 حشرة راح يهاجموني، هدول الطائرات يا الله هدول ما موصولات أصدقائي. إيه ليكو أصدقائي تشوف شغلة جديدة. أصدقائي بدينكم على عم بيمزح مع ركع على رفع الأثقال، وين عند الأبر؟ أنتوا ليش إجيتوا؟ هو على هجوم الجوي أصدقائي، أول مرة بشهد هجوم جوي أنا. ذكروني أصدقائي بجدة أيام ما كنا نشغل هدول الشغلة. شوف الحساس يا رب اشتغل الحساس يا رب، إذا ما اشتغل الحساس بدلت يا جماعة والله تبدلت. مرحبا أصدقائي كيفكم؟ شو أخباركم؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية أنتوا أهلكم وأحبابكم وكلياتكم. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الحلوين الرائعين بحلقة جديدة من نجاة في الفضاء Stranded Alien Down. أصدقائي ما راح نطول أبدا، بس شكرا من كل قلبي على التعليقات الحلوة اللي عم تعلقوها والدعم الأسطوري اللي عم تلقاه، ويبدو إنه بدأت يعني أكرش باللعبة بطريقة مثل ما أنتوا بدكم وأحسن حتى، لأنه عم تزبط معنا الأمور الحمد لله. بهي الحلقة إن شاء الله راح نحاول نكمل بناء هي الأرضية هون، ننقل هاد المستودعات كلها على هدول وعلى الأرض لهون، وبنفس الوقت راح أحاول أشتغل على الممر الشرفي اللي وعدت فيه اللي وعدتكم فيه هون هيك للشو اسمه للحيوانات اللي بدها تجي أو للحشرات اللي بدها تجي، ونشتغل كمان شوي على منطقة الكهرباء هون. خلونا ننطلق فورا، بس اول شيء بدي استفيد لهم بس موضوع الثياب، لانه عندهم ثياب طلعوا مثلا تيشيرت عنده ابو كلب كونر. طيب غيره جاك، يا بدي ضروري حدا يشتغل بالثياب. شباب حدا يجي يشتغل بالثياب الله يوفقكم. انا حاطط لهم يشتغلوا دقيقه طوائي، يمكن صار عندي كتير، عندي 5 كويس. قلنا له يروح هلا لكونر ياخذ عده جديده، هو عم يهتروا بسرعه الطوائي كتير. أصدقائي مشان نقدر نبني الثياب هدول كلهم ليكو بدل ليذر ليذر ليذر، بالإضافة للكلوز. هلا الكلوز عندنا منه، عندنا كلوز 829، بس الليذر ما عندنا منه كتير، لأني ما عم نصطاد حيوانات بالآونة الأخيرة، مضينا بس عم نعتمد على اللحوم اللي هي النباتية. ما تسألوني كيف، بس في هون بهي اللعبة لحوم نباتية، فخلونا لا نجيب هاي إلا تعالي اصطادينا هاد لك عاش. أصدقائي اجت امبير، هي الناجية الأد اللي اكتشفناها جديدة، اجت لان تعمل له بوتشر، وجبت كونر عشان اقتل هذا العينتين. هذول بيطلعوا لنا كثير لحم، وغالبا بيطلعوا لنا جلد ولا لا؟ بس لحم، خلينا نتأكد. اخ بس لحم هذول، يلا مو مشكلة. اخ انصابت هي بنزلة برد، كومن كولد امبر. دقيقة بس نحن عندنا شو اسمه، عندنا انتيبيوتيك وعندنا كل هي القصص، فرجوني شو بدها. كومن كولد عادي ان شاء الله بركي أصدقائي، ان شاء الله بتروح بأدوية عادية يعني ما بدها كثير شيء صعوبة. اصبح بدنا من هذا الحيوان، وينه؟ شكل هذول الكلاب والله ماني عامل حتى عليهم اوبزيرف لسه. طب كوين تع ولا خلي كوين، مين عندنا كان اصدقائي شاطر بالاوبزيرف؟ يمكن حتى هي نفسها ليكو الانتليجنت تبع امبر. والله وعندنا عمير، عمير حبيبي تعال، مين اللي اوبزيرف لهذا بعد اذنك؟ ايه اصدقائي ليش في هجمه؟ شو سر بتحسوا بمرض؟ كونر متعب ما فيني اذبحه، مدري شو صار له أصدقائي ليكو، فجأة يعني بسلوكه العدواني فجأة بيتغير، بتحسوا مدري شو صار له، فجأة بصير بيهاجم، جزء الهابينس عنده واطية لذلك هيك هاجم. ترك من إيدك شمطه، والله العظيم زعلان عليه. إيه عم هاجم كونر الوبش، بس لك واطي إمبر. يا الله عم يقتلي المزروعات، عم يقتلي الدنيا كلها، شو عم يصير معاه؟ هل تبعيت 34 عم ينزف أصلاً بليدينج. هاي التهي بالشجرة يا وبش بما تجيك هذيك، بلشت تسفقك. هلا اجتك امبر، جاي هذيك وصلت له. من هون سفقته؟ يا إلهي من وين سفقته؟ هذا طلع لي جلد، شايفين هذا حلاوته بطلع لي جلد. تاي أنت امبر باتشري ده الوبش، بس ضروري ركة ترك لي عنك كل شيء حبيبي، ترك كل شيء تعلم لي ربير لهذا بسرعه، لانه هذا ما انا مع مزح، ولهلا ما عم بستوعب ليش بيهاجمه، لحد هاي اللحظه ما عم بقدر استوعب. هاي يمكن اصدقائي معقول انه هذا، هاي فيميل هاي فيميل، معقول اصدقائي لانه في تنتين فيميل صار بالقطيع، فما بصير يعيش غير ميل وفيميل. حاسس حالي جاي من بلانت زوم وحاكي حديقه الحيوانات. عن جد ليكو لما يصير تنتين فيميل ببلشوا يتقاتلوا ببعضهم. مو مشكلة هذاك هلا كوين شو وضعه؟ عفوا ركلت له عمل اوبزرفينج لهذا، وبعد ذلك للاسف تركته. والله اصدقائي ليكو هذا روض شو اسمه؟ عملنا له اوبزرفينج بيطلع منه 40 وبيطلع منه 20 جلود، وبده يتروض لحتى يتروض يعني من هي الفاكهة نحن عندنا منه اصلا، فخلونا نروضه. نحن عملنا منه كم ذكر كم انتاي كم كذا، الواحد ما بيعرف شو بيستفيد من هي الحيوانات، يعني بالاخير ما حاطين المطورين تبعوت اللعبة باللعبة هون الا مشان فائدة معينة اكيد. فخلونا ناخذه كمان ونشوف شو ممكن يكون نستفيد منه.
هلا لا ما خلصوا للامبتي تبعيته. نجحنا اصدقائي بترويضه لهذا الحيوان، حلو والله. فينا ندربه؟ طيب خلينا نعمل له ليد، خلينا اصدقائي نجيبه لهون كمان، كمان ضروري نعمل له بيت. شو فتحوا لي انا هون شغلات؟ هي تبعيت شو اسمه انه باعتبار روضنا شيء جديد. واو اصدقائي صار عندي ادفانسد ريسيرش ديسك تبع البحث المتقدم. طب هي خلونا فورا نحطها هون، ما بدي احطها بهذاك المكان، ولا انه لهنا ننتقل، فخلص فورا هون. يلا قولوا لي لهون، انا قلت لهم اصدقائي يلغوا لي هاي وبلشوا ينقلوا لهون قد ما بيقدروا. بدنا ننجز. راح يناموا. هل هذا اللي حروضنا ذكر ولا انثى؟ انثى. فخلينا نروضنا شيء ذكر كمان معاها. ماجي تعالي روضي لي، انت اشطر وحده عندنا بالترويض. كلنا عم ينصابوا بالبرد، ليش؟ درجه الحراره 33، يعني مستغرب انه ينصابوا بالبرد بهالدرجه الحراره العاليه. ركبنا لهم مراوح الحلقه الماضيه من كتر الشوب. غريب والله. حاصل عندنا انتاجه جبار جبار، انتاج المحاصيل والسيليكون اصدقائي، ليكو السيليكون عندنا قديش انتاجه عالي. بدي خلصوا هاي. يلا عمير خلصنا هاي تبعت الابحاث، شو فينا نبحث فيها يا اصدقائي؟ هي نفس هذيك بس غالبا بتعطينا يمكن شغلات انه اسرع. طيب خلونا نشتغل كمان شوي على الريسورس ولا على الباور ولا والله لازم نشتغل اصدقائي ليكو، لازم نشتغل على الكل. اشتغل على هاي وبعدها على هاي وهاي وهاي وهاي. حلو، هاي الفريزر عملنا واحدة تانية هون مشان الأمور تكون تمام. أصدقائي هذا النبات أو بالأحرى الفيجيتابلز اللي عندي كأنه صار عندي منه بشكل يعني لا يطاق 2060، ملاحظين؟ بدي أدور على الحقل تبع اللي هو هاد وراح حاول أنه نقص منه مثلا نصه. شايفين هذا نقصته خلاص ما عاد بدي إياه، يعني هادو زيادة لك كتير كتير صار عندي. تفرجوا 2060 والجرين عندي 769، لا الجرين بيلزم كتير فعليا بيلزم. هاي عملوها هون صح؟ والله ممتاز صح حلو. إلنس عمير، ليش يا عمير؟ خير سلامتك يا معلم، سلامتك سلامتك سلامتك. والله عم يشغلون للشباب الطيبة شغل جبار وأمورهم الحمد لله كلها تمام الهبينس تبعيتهم. حلو، أصدقائي ترى أنا يمكن قصيت بالمونتاج يمكن أو راح أقص بالمونتاج باعتبار لسه عم بلعب ما منتجت. شوي عم خفف لهم سكاجول، يعني عم كتر لهم ساعات العمل أكثر وعم شوف التجريب، لقيتهم إنه أمورهم كمان لسه الهابينس تبعيتهم عالي والأمور تمام، خلاص أمور تمام برجع بنقص أكثر، لقيتهم لا صاروا يولولوا ويصيحوا علي، هذيك الساعة بوقف عن فعل هذا الأمر المشين. بس أمورهم لا هلا نوعا ما ليكوا حتى الريست يعني عم يلحقوا يناموا أمورهم تمام والهابينس عالي، فخلاص أمورنا إن شاء الله كلها تعب طبيعية. شوفوا اصدقائي راح اسويهم مربع وهم مربع هون مربع هون مربع عشان ما يدخلوا يكيفوا. بس هذا لازم حاوطه بشيء معدني او بشيء يعني اقوى من هذا، لانه هذا لاحظت وراه هون لما هذا كسر بسهوله، يعني صار يضربه 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 فورا انكسر. فانا ما بدي هيك يصير فيه. هذول ممكن نعطيهم ترين. فينا اصدقائي شو اسمه؟ نعمل لهم تدريب لهذول الحيوانات مشان يكتسبوا مهارات القتال الكومبات. والله عاش، والله فينا اصدقائي شو اسمه؟ نخليهم يعملوا شو اسمه يعني كومبات يقاتلوا. ليكو حتى نقدر نعمل لهم تريننج لازم يكون عندنا ليفل 3 اللي بدي يعني يعمل لهم تريننج. طب لسه عمل تريننج لهذول العينتين. هو اصدقائي ليكو بدي اهجم عليه حيوانات معين. ليكو او ماي جاد شو هاد؟ ده 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 اول مره بيهجموا علي. ده 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 هلا الوضع ما عاد فيه. يا امي ارحميني. كلكم استنفار، كلكم تجوا لعندي لهون فورا. وقفوا هون. مين منكم كونر؟ وين كونر افندي؟ نايم هون. حلو، بدك تيجي تشغل لي الدارة هاي. هلا هيك كانت تبعيت انا الدارة 2 تبعيت الاسلحة صح؟ اي تبعت الاسلحة. حلو يلا انطلقوا، هجموا هذوليك بسرعة اصدقائي لك بسرعة. اشتغلت الاسلحة. وينهم؟ وينهم الاوباش اللي هجموا علي؟ لسه ما هجموا هلا. هم اكثرهم 13 واحد، هذول اول مره بيجمعوا علي اصدقائي. بعد ما قلت لهم بدي اعمل اوبزرفنج بدي اعرف شو هذول. يوم اكبرهم يخرب بيتهم، والله منظرهم بفزع بس لسه بعيدين كثير. كانوا لك اني تسرعت انا بتشغيل المنظومات الاسلحه تبعيتي. اخذوا الفيول تبعيتهم مو كاملها. يا الهي لازم انا اصنع فيول، انا اصلا هون عم بصنع فيول. تعرف الانتيبيوتيك ما عاد في داعي اصنعه لاني عم ولده من هون بشكل مباشر من هون. طالع اصدقائي فورا انتيبيوتيك،
ما عاد في داعي اصنع بهذول البرامج الانتيبيوتيكا. شل لي من هون. هون هذا اصلا فيول، هذا اصلا فيول حلو. يلا تعالوا هجموا. ما برد قلبهم حالين اذا بياكلوا المزروعات. والله كيف عليهم. اوه الرشاش هذا العزاوي اصدقائي. ليكو 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 الحنين. ليك شو بيرشوا. ليك اصدقائي شو عم يقتلون الرشاش. اشتغل السلخ فيهم. حل الله حيو الشباب الطيبه. ولا بس انت وانت وانت. تعالوا وقفوا هون. استخون يلا استخون. ايه استخون. اصدقائي الرشاشات الثانيه ما اشتغلت. هلا اشتغل هذا. والله شكلها فكره الممر الشرفي ما راح تنال، يعني ما راح تكون ذات فعاليه عاليه. لسه في واحد. وينه معلم؟ انت وانت وانت. اتك روحوا له الواطي. ما بعتقد والله اصدقائي راح تكون ذات فعاليه. اوبزير بوتشر. ثواني كل كون بوتشر. من عدا هاد؟ لا من عدا هاد بس أبزير. طيب الشعب كله الطيب الحلو. انكرافتد. يلا روحوا انطلقوا اصدقائي. اذا بدهم يهاجموني كل شوي من كل طرف مشكله. اصبح بدي اعمل تطويقه بهي الاسلحه. ما بس ممر شرفي. منيح هجموا عليه هذا. يعني خلوني غير بصراحه استراتيجيتي بالدفاع اذا هيك. لأنه هجموا كلهم من هون. يعني حتى ما وصلوا لهون لحتى يشتغل هذا ويشتغل هذا ويشتغل. ايه حشرة ما بقلبه جلد. هذا عبارة عن حشرة اصدقائي قطع عمره. طيب نقلنا هي ونقلنا هي. حلو ممتاز. وشو حطنا على الريسيرش هي؟ خليها تخلص الريسيرش. طب باعتبار هاي مثل هذيك. بتعرفوا فيني شغل اصبح اثنين على الريسيرش ولا ما بقدر؟ ما بقدر. هاي معناتها راح اعمل لها قومي من عندك. ما عاد بدي اياكي خلص. صار في عندي وحدة بدرس عليها وربي ييسر. ليش عم بدرس عليكي انت؟ والإضاءة هون بالغرفة هيك ممتاز. هيك أصدقائي الإضاءة الثلاثة ممتازة. ما فضوا هذا؟ والله فضوا. حلو يلا هذا كمان عم يشيلوا. نيو ييرز أصدقائي السنة الثانية. عم يقولوا نحتفل وما نحتفل هيك. وشو رأيك الساعة 11 بالليل؟ توكل على الله معلم. يا إلهي سنتين مر علي أصدقائي بهاللعبة. يا إلهي قديش مر علي بهاللعبة. النسيان الدار أنا هلا شغالة. متخيلين أصدقائي؟ ماجي بعد إذنك بعد إذنك تيجي تطفي لنا إياها. يا الهي قد صار لها شغاله. والله بس بطارياتنا ليكو اصدقائي ولا تاثروا. هذا الشيء كثير ممتاز والله اصدقائي. ليكو راح اشتغل على موضوع تصغير الحقول كلياتها لاني الموارد صارت بصراحه مش طبيعيه. هذا الشيء يعني ما كثير ايجابي بالنسبه لالي. عم ياخذوا كثير وقت بالشغل على الحقول ليكو. كثير موارد وعلى الفاضي. يعني حاسس صرت مزارع نشيط هوني باللعبه. صار اصدقائي احتفال راس السنه تبعيتهم. يلا تعطوا مفرقعات بالجو مثل ما كنت عم تعطوا المره الماضيه. يلا تعطوا تعطوا يلا بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه ايوه اديله لكم على اصدقائي. واو عن جد شيء حلو له. ليله الهانئه والهادئه راس السنه. هي السنه الثالثه اليوم الاول دخلنا. حاش هو لسه عم تعطوا. توقعت والله انتهى الاحتفال. ايش اللي عم بيصير اصدقائي؟ صار في ديزاستر عاصفه عم بيقولوا لي. او ديزاستر كارثه عفوا مو عاصفه كارثه. بس شو يعني؟ يعني اوكي ليش توقفوا؟ يا الهي والله اصدقائي مو خبري. هذول الثلاثه الاربعه هذول وقفوا. يا لك شو صار الجو؟ يلا مو مشكله معلش وقفوا. اصلا عندي هي مولدت الديزل ديزل الجنريتر اصدقائي ليكو موقفة اصلا عن العمل لانه عندي كثير كهرباء الحمد لله. يعني عم تشحن عندي بطاريات دائما بسبب هدول وما عندي استهلاك كثير للكهرباء. كله مطفى عليهم بس اضاءه. بس شغله اضاءه. والاضاءه قديش تستهلك؟ تفرجوا الاضاءه قديش تستهلك. واحد يعني اصدقائي كل 24 ساعه بتستهلك 24 مستوى. والله عندي شيء بيجمع عندي كثير اضاءات. مشكله ليكو اصدقائي عم نقول لهون. نقلت دول الفرنين نقلت حتى هاي. يعني عم حاول انقل قدر المستطاع. نشوف شو اخري. حتى البراد لازم انقله لهون. صاروا ياكلوا هون. اسمع خليني هلا ابلش لهم هي كمان. كنت تارك الطاوله والكراسي لاخر الشيء. تعال خليني اجيب لهم الدارت لهون مثلا. اصدقائي ليكو شو عم بصير عندي؟ توكسيك اش.
يعني اذا جو مسمم او مدري شو هتطلع شو صارت الدنيا. طلعوا كيف؟ طلعوا كلهم عم يتأذوا، كلهم عم يروح دمهم وبيرجع بهيله، بيرجع بتروح دمهم بيرجع بهيله. فما بعرف شو بدنا نساوي لهم. طبعا انا وقفت كل عمليات الزراعه اللي هون، فما بعرف. مفترض هلا ما في عندي ولا عمليه زراعه ولا عمليه كات ولا عمليه بلانت ولا شيء خالص، لاني مستودعاتي مليت ومليت من كثر ما عم حاول فضي وما عم تفضى، فوقفت كل عمليات الزراعه بشكل مؤقت. هيك اصدقائي عملت قاطع ثالث، بدي ساوي الدار رقم 3. هذا شو وظيفته؟ هذا رح يكون قاطع الثالث الاضاءه. بصراحه الاضاءه الكثيره يعني هي بجوز ما بأثر علينا كثير، بس يعني قصدي ما محسوسه انه ما مأثر علينا، بس هي فعليا عم تأثر. ترى واحد بعمليه حسابيه بيقول لك 24 من كل وحده كل شوي بتلاقي عم تقلب قلب ورا بعضها. فخلونا كلها نحطها على الدارة 3 ونطفيها وخلصنا، بالليل بنشغلها بالنهار بنطفيها. شوفوا اصدقائي مثلا هلا هيك الدنيا ليل، تارك لهم اياها شغاله بكل المناطق. هلا بس تصير الدنيا نهار، اول شغله راح اساويها اصلا هي اول ما راح يقعدوا راح لهم تيرن اوف. هلا اول شيء خلي يقعدوا، مش كان حاطط حتى انه يقعدوا بوقت كثير بكير، وانا اصلا حاطط انه يقعدوا الساعه 2 بالليل. هلا شوي بيقعدوا كل لسه الدنيا ليل اصلا. طبعا عم يشبعوا نوم، ما انه عم قعدهم هيك وانا زاعجهم، لا بالعكس عم يشبعوا نوم وعلى الاخر كمان، يعني حتى كمان شكلي رايح بموضوع انه نقصتهم اياها. شوفوا الريست، والله عاش. ليكوا اصدقائي الريست عم تكتر ال 50، ممتاز. هي لل 80 59 75. ليكوا اصدقائي لا شكلي راح اقلل لهم اياها. شوفوا راح اقلل هي تيرن اوف، خلونا نشوف عندنا الدنيا ليه. اذا عملت تيرن اوف يمكن ما عاد يشوفوا شيء. ها طلعت الدنيا. تعال عمير صديقي اعمل لي بس هندل للباور. لو عمير وين رحت يا زلمه؟ قلنا لك بس اعمل هندل، وين رحت؟ يا الهي صار الدنيا نص نهار، صارت الساعه 7 الصبح ما يعرف يطفوا الاضاءه. تعال يا عمير يا اخي، ليش هيك على ما عم ترد علي؟ لك كان جاي يعمل لي هندلينج. ليكوا اصدقائي شفت شلون طفيت الاضاءه؟ ليكوا لسه هم في ضوء. شفت شلون اللقطه؟ طلي على الدارة 3، خليت شحن عندي الكهرباء، وهذا ابو الديزل ما عاد وقفته خالص اصدقائي. بدي البطاريات تصير عندي فل، ما بديها توقف ابدا. عاش التنظيم، عاش التنظيم، عاش والله. صارت الدنيا شايفين بالنهار ما احلاها. شو عم سهل؟ انا ما قلت له اعمل كاتينج، ما في حدا عمل اي اللي عمل كاتينج. عم فضي المستودعات كلها هلا. كل ما يفضل مستودع بيروحوا بيجيبوا شغلات محاط لهم، كلهم دليفر اصدقائي، بيروحوا بيجيبوا شغلات مستوده من الارض كانت عم تعطل، بصيروا بحطوهم كل ما تفضل مستودعات. كلها عم فضي مستودعات هلا حاجه، لانه ما عاد يساوي مستودعاتي ولسه عم انتج. حتى ليكو هذا اللي اكتشفته من شوي، هذا مثل هذا السملتر تبعيت اللي بيساوي شو اسمه انه بيطالع من السكراب اللويز، هذول الاضبان الحديديه، بس هذا على الكهرباء بيشتغل، فتركته هون. هذول ممكن نشيلهم او ممكن نخليهم انتاج اضافي، لانه كل شيء عم نتعامل فيه بده كهرباء، عفوا بده حديد، فبيلزموا هذول. يعني هذول الاثنين هلا التزموا هون خالصين باذن الله ما عاد يقوموا. فرجيني قديش عندي هلا انا من الهيئة. حلو عندي 244 من ليكويد فيول، ممتاز. في عندي اثنين ايدلينج، تخليكم كوين هون. لا تعا كوين، تعا كوين، تعا كوين. وين عمير؟ انت تعال يا الله عمير ايدلينج، وفي عنده كثير قصص. لك ليش؟ تعال اعمل ريسيرش. واو خلصوا الريسيرش كلهم اصدقائي، كل شيء حط له اياه خلصوه. واو لك والله عاش. تعال اكتشف في شغلات. ايه بصراحه اصدقائي ما عندي فكره شو بدي اكتشف، بس عم اكتشف كل شيء، لاني خلص نويت انه يعني اختمه مثل ما يقول واحد، هيك خلص بدي اختمه. شوف هلا الابحاث هون، التايلور هون، الكرافتر وهون الابحاث، هذول كلهم شغالين اصدقائي الثلاثه. تعرفوا راح انقلهم لهون لجنب بعضهم. خلاص موت كان صارت غرفة العمل، ما بدي شيء يكون بغرف ثاني. يلا تعالوا اشتغلوا حبيباتي جنب بعضكم، ايوه جنب بعضكم بدي اياكم. هاي طبعا باعتبار شلنا كل شيء لازم نشيل هاي. سيارة حطها هون، لان هون راح ساي باب هلا بعد شوي. خالص هذول الغرف غالبا ما عاد لهم شغله عندي نهائيا، صار كل شغلي هون اصدقائي. حلو هذا اللي بدي انا. ليكو اصدقائي لما ما عاد نعتني بالاراضي ليكو خلص عم يروح، المحاصيل كلها عم بتروح. طبعا انا متقصد قلت لكم هذا الشيء وشلتهم حتى من هون من الاكتيفيتيز. شايفين ليكو الكات كلها شلتها، هارفيست كلها شلتها، وين البلانت؟ البلانت كلها شلتها. خلص ما بدي ولا حدا يشتغل بهذا الموضوع نهائيا. بس هذا وين عم يروح؟ هذا امبيرو عم تروح، كان عم تعمل سكافنج هون يعني، ما اذكر بتذكر هون كانت عامل شغل سكافنج بعدين خلصت راحت. لسه عم تجيب، والله لك عاش لك عاش. هون عملت سكافنج، هروا الشغلات هون، بس ما كان في مكان بالمستودعات لحتى تجيبهم، هلا عم تجيبهم.
نيوبورن أصدقائي صار عندهم بيبي صغير. واو، شو البيبي الصغير اللي جابوا، ذكر ولا أنثى؟ شو جنسه ذكر؟ أصبح نذبح أبوه مشان ما يتم يتقاتل هو أبوه بعد شوي. تعالوا نذبحوا للأب. أنا آسف بس أصدقائي مضطر أعمل هاي الحركة، بعد شوي بلشوا يمشوا بعضهم بس يكبر الأب. هذول جابوا رجعوا جابوا شيء أولاد؟ لا خالص. طبعا أصدقائي لسه موضوع التدريب شوي لقدام تاركو، يعني مثل ما قلت لكم بدي ظبط هون شوي الموضوع بعدين لحتى ننتقل للتدريب. هيك طلع لي اصدقائي اقنع وما اقنع، كان اقنع ضد الغاز ورؤيه ليليه وهيك قصص. سينجل فليرز هذول اصدقائي عرفتون اللي بزتون هيك تبعوت الانقاذ مشان يعملوا اشارات ضوئيه، كثير قصص طلعت حلوه. اصدقائي لك شو صار في كرافت تولز من هون، لما ادخل من الكرافتر في كرافت تولز، هي ما كانت فعاله عندي. هي التولز من لبسون اياها مثلا هون، طلعوا هون بنحط التولز اللي بدنا اياها. نعم حسابي من 10 أصدقاء كتير مهمة. هاي الباكيج شو اسمه يعني بيحطوه على ظهرهم وبيروحوا بيحطوا بقلب إميرجنسي وهيك قصاص، والله ممتازة. هارفستينج تولز هي اللي تبعيت الحصاد وما حصاد المنجل، يعني ما هالألماني بيه شو اسمه، والجود لك الحظ السعيد. طيب خلينا اللي نصنعوه من الود والهاي 8، خلينا حد 8 نعطيهم حظ السعيد. عجبني هالشغلات والله. نيوبورن حلو ولد واحد جديد. تعال حبيبي انت، انت بشوي تسأل انت ابوك الولد فيميل، هذول كانوا ما بيولدوا غير فيميل. ذبحوا للام. انا اسف انه اصدقائي عم ساي الحركه، يمكن تكون الحركه لئيمه وحركه ما كويسه، بس لاحظتوا هذول الحيوانات كل ما يصير في تنتين فيميل بالقطيع ببلشوا مدري شو بيجنوا، يعني هاجموني اول مره هون رجعوا هاجموني ثاني مره من الحلقه الماضيه والحلقه اللي قبلها، وهاجموني حتى يمكن انا قصيت بالكواليس لما بعض المرات هاجموني. فخلص ما عاد اترك عندي، دائما عندي بس ذكر وانثى فقط. دبعت تلفون رحله ثانيه لنستكشف الفضاء المحيط فينا، وهذول كنت عم كترهم اصلا مشان اي حيوان بيقرب علينا. شايفين اصدقائي هي اسمها دراسه الحقل بال شو اسمه بالافخاخ. بدي اشوف هلا مين الزلمه اللي بده يقرب. لا ما احلى شيء هجموا علي من هون، انا محط كل الالغام من هون. كنا هيك الحكايه كيفت معي. بدي اعمل كرافتر طاوله ثانيه للكرافتر. تعالوا بسرعه، هي بدي بتظبط هيك طاوله ثانيه للكرافتر مشان تصير عمليات الكرافتنج عندي اسرع. شوفي اصدقائي انتم ملاحظين انه هذا عم يساوي انذار، انا ما بعرف عشان عم يساوي. اها لك والله عاش، والله عاش اصدقائي، والله انتبهت منه صدقا ولا لي خبر بشي. طب تعال هان بسرعة شغلي الأسلحة بسرعة بسرعة، تعال انت هان تروب تروب ثواني. يا واطي يا وبش انا كشفتك، والله كشفك هذا ابو الانذار. يوم احسنوا هذا الانذار اصدقائي كثير رائع، يوم احسنوا شلون صار يزمر. انا قاعد فرحان بحالي، عمو الحين شو الانذار، شو الانذار عم يطلع بداني. والله عاش. شو وضع النوم عندهم؟ كانه كويس، خلينا نقلل لهم كمان ساعات النوم. هي الريست 69 54 93 واو، يعني اصدقائي هذول ما قاعدين مشان الهي كان امورهم لسه تمام. طب نقلل لهم كمان شوي النوم شوي، عم بس نحسينا حالنا عم نعطي عليهم. لا بنشيل اكيد. يا الهي ايش عم شغلهم دخيل الله. هلا بيقول المتابعين الاصدقاء يا اخي لا تعاملون كعبيد، والله ما عم اعاملون يا جماعه كعبيد، شايفين عيني دائما على الهيلث تبعيتهم وعلى الريلاكسينج وهالقصص. بس ان حسيت قلت مثلا مثل هي قلت بلا تعالي تخلص من هون بالعبدار، تخلص من هون وظبط له الامور لحتى شو دائما تم الريلاكسينج تبعيتها، شايفين ليك عم ترتفع ليك وارتفعت ارتفعت ارتفعت ارتفع ارتفع كثير. خلصت قلت لها تعالي بلاي دارت، طاولتي الكرفت الثانيه يا مرحومين البي ما بدي سايله مثل هي الطاوله، ممكن سايله بس للديزل بس لهذا. صراحه عم صنعه شلي كل شيء من قلبه. اصدقائي تركته بس للديزل، عندي 174 هون كله رح يصير ديزل. بس من شو عم يصنعوا الديزل؟ من روث الحيوانات. دقيقه بتذكر كان في ديزل بتساوي من غير روث الحيوانات. شايفين اصدقائي هذا من روث الحيوانات، هذا من الزيت. حلو، طب تعالوا صنعوا لي ديزل من هذا. اخي صنعوا لي ديزل من شو؟ من كلمهم صنعوا لي ديزل. هذا رح شيل منه هلا بشكل كامل شو اسمه
ليكويد فيول. خلاص هاي الكرافتر بس مشان شو اسمه الفيول هذا اللي حتى يقدر طالعه بدي حشرات. شايفين اصدقاء الحشرات عندي بتدخل بصناعة كل شيء بكل شيء كل شيء هالحشرات. فبالنسبة لي الحشرات هي مورد اساسي مستحيل اقدر اتخلى عنه. هذول كانوا بدون تياب. شو عندي تياب؟ لا هذا ما بده، بده بوط. تاخذي لك بوط. ماشي الحالة ماشي الحالة ماشي الحالة ماشي الحالة ما. اصلا اصدقائي ليكوا لحالهم لما ينقصهم شيء او يعني يصير الاكويبمنت اللي معهم قديم لحالهم بيروحوا بياخذوا شيء بداله. واصدقائي شو هاد؟ ايه ليكوا اصدقائي اكتشف شغلة جديدة. شو هالحشرة الراقصة وشو هاد؟ اتاك. واو اصدقائي اكتشفته بين الشجار، اكتشفته هون. لسه الواحد عم يكتشف قصص بهاللعبة. أنا هي الغرفة أصلاً بتعرفوا أصدقائي ما عاد إلها داعي. بدي أشيل أول شيء هي المروحة، بدي أحطها هيك هون مثلاً. طبعاً أصدقائي ما عم برجعهم لهون لأنه ما برجعوا لي غير 5 ميتال، مع إنه هن إذا بدي أساويهم بدهم يمكن أعتقد أكثر من 5 ميتال. تفرجوا مثلاً وين كنا نطالع المراوح؟ من هون من هون. ليكوا أصدقائي بدهم 5 ألويز، 5 معدن. فيعني يعني خساره بصراحه خساره. فلا مشان ما ارجع سايهم بعد فتره اذا احتجتهم بشيلهم زتهم هون. كان مفترض نعمل مستودع. عجبتني شغله المستودع. اوكي هلاك وتكون هاي الغرفه خالصه، ولذلك رح نبدا بعمليه الاطاحه بهذه الغرفه. ليكوا اصدقائي اجوا يا حرم يتذكروا وفدنا سمانثا لما ماتت الساعه 3 عم يحتفلوا او يعني عم يتذكروا خاطر بهذا الموضوع. في نهار يا الله هذا جوكو دي دراكا وايت بدينك يا زلمه. اصدقائي عم يحكي شو اسمه نكت مع ركا عن موضوع شو اسمه رفع الاثقال. اصدقائي بدينكم على عم بيمزح مع ركا عن رفع الاثقال. وين عند الابر؟ انتوا ليش اجيتوا؟ ما هو اصدقائي في 23 حشره راح يهاجموني. هذول الطائرات واو، انا اول مره بعرف انه هذول ممكن يهاجموا. يا الهي هلا انا اسلحتي ما بعرف بتضرب شيء جوي؟ انا بعرف تضرب ارضي بس جوي ما عندي فكره والله. طب احذر شوي راح اترككم كلهم بال شو اسمه الانايمين. والله اجوا دي دي دي. تعالي انت بسرعه بسرعه شغلي الاسلحه. الباقي كلهم يجوا عندي لهم. اجتمعوا كلاتكم بهي الغرفه. يلا يلا بسرعه بسرعه. اصدقائي ما بدي ولا واحد منهم يتعرض للخطر. هجموا الحشرات. اوه على الهجوم الجوي اصدقائي اول مره بشهد هجوم جوي انا. خبيتهم كلهم اصدقائي هوني قلب الغرفه هي عشان ما يقدر حدا يضربهم. حلو والله بيضربوا جوي. لك عاش لك عاش احلى هجوم جوي. شايفين اصدقائي خبيتهم بالغرفه عشان ما يصيدوهم. يلا كنت حموا كلياتكم هوني. هذول لكم بالمرصاده. لا طلعوا الحمد لله بيصيدوا جوي. اهم نقطه اني خبيت هذول هوني عشان ما حدا يشوفون. لسه في 7 واو حومه هالاوباش. انا بعرف بدي ادوروا اصدقائي على السرفايفر تبعوتي ويحاول يقتلون. والله والله صاحي لكم يا اوباش. لسه في تنتين. تعالوا تعالوا يلا تعالوا. هلا صرت يعني كثير متيقن انه لازم يكون عندي بكل مكان مضادات بكل مكان. ها أصدقائي مو مكان أو مكانين، بكل مكان لازم يكون في عندي مضادات. قديش عندي قصص شغلات بالدبوتشر، دخيل الله. كوين يا زلمة ارجع بدين، ليك كوين ما عم يعرف شو بده يساوي. يعني ها 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 كوين، أوه خلصوا لك عاش كوين عاش 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 من هلا لبكره الصباح. دخل عينك يا كوين. حلش احد طلع العينتين لاعن الدنيا خارب الدنيا مظبط الامور كلها مشكلس الشكاليس. يلا روح خليك ما تهدي معلم ما تهدي ما تهدي. يلا خذوا لي حشرات. يلا حبيباتي يلا. والله اجوني الحشرات من السماء بس والله هذا شيء خطير يا شباب صدقا هذا شيء كثير خطير. انا بصراحه مصدوم. اصدقائي هذا اي ام امبريلا يعني مثل اذا شمسيه هي انه بت يعني بتحرف البرق عن الواحد لما يحطها فوقه. كويسه والله
ممكن نعطيها مثلا مين بينضرب عنا. هلا بالعاده ماجي ممكن كان اعطيها وهي بتطلع لهون بتشتغل، بس انا عملت شغله كويسه اني نشرت من هدول بكل مكان، فما عاد حدا ان شاء الله يتأزع عندي من البرق ابدا. اوه دقيقه دقيقه، هاي لازم نعملها تيرن اوف. هذا المشروب اسمه مون شاين، يعني سطوع القمر او ضوء القمر او هيك شيء، يعني ما بعرف شو هو. بيزود لهم السعاده 18%، متخيلين؟ بينصنع من الجرين كانه، فقلت له نصنعه لحد ال50. يا هذا كتير رائع هذا المشروب، هذا كانه اداه بتخمر او هيك شيء. وين عض المخ ووصل للثمانه بالانتليجنت تبعه، ممتاز. ليك اصدقائي فارمينج، شو هذا؟ هذا للفارمينج، غريب والله هيك شغله. آه مثل البيوت البلاستيكية، لك والله عاش. خلونا أصدقائي نجرب نبني هون شغل لنا مثلا، هاي كأنه بيوت بلاستيكية أو هيك شي، لك فيني أزرع فيها كتير أصاص، ممتاز والله. مع أنه أنا ما عاد بدي شي ينزرع، بس أنه خلينا نزرع فيها، يعني شغلة طلعت لنا بنتركها. وليكو صار في عندي ترموستات، هذا تبعيد جهاز الحرارة. طب والله بهمنا هيك شغلة، مشان إذا ارتفعت درجة حرارة ينبهنا. إحنا بنعود شو بنساوي؟ من شو اسمه؟ بنشغل المراوح، حطه جنب الدار، نحطه هون. والله قصص عم تطلع لنا. وهذا شو هذا؟ داي نايت سنسور، ممتاز. هذا اصدقائي سنسور، اذا ربطته بس نصر الدنيا ليل حاله بشغل الاضاءه، دخيل الله. هذا ممكن احطه مع طرف فون مثلا. يا الهي، هلا بدي اوصله اصدقائي مع هي الداره، بصفي كل ما تصير الدنيا ليل بشغل الاضواء، تصير الدنيا نهار بطفي الاضواء وخالصين، ما عاد في داعي بشكل يدوي. يعني اذا كان انا اللي فهمته صح، لما مكتوب عليه داي نايت سنسور حساس للليل والنهار. اويل واللامب، عايز يشغل الضوء ليك شلون احلى. هذا بيت جدي، ذكروني اصدقائي بيت جدي ايام ما كنا نشغل هذول الشغلات. موشن سنسور، هذا هو حساس الحركه اللي حكيتكم عليه اصدقائي، هذا هو. ليكو شلون المويده تبعيته شايفين؟ هذا بيتركب بس نحس بالحركه، هذول غالب يعني بشكل اوتوماتيكي بيشتغل الكهرباء تبعيتهم. اي والله عاش اذا هيك. اه حسروا شو هذا، مو دائرته كبيره، ركب واحد بالزاويه هون واحد بالزاويه هون، واجمعهم هيك بالزوايا بعد ما كمان قدر الدنيا درب هدول المضادات. طيب يلا ركب لنا واحد هون. الى هذا صار في عندي حساسات وقصاص. انا هذا كوين، كوين افندي لك والله، عشت يا كوين بربي عشت، عم يكتشف كل شيء كل شيء. حط له اكتشف كل شيء اصدقائي، ما بدي اهدي على الاكتشافات. هذا بلش يصنع التمائم، تعال خذ لك تميمه، خذ لك تميمه، هاي تميمة الحظ بتظبطهم اصدقائي. هلا بصيروا محظوظين. ركبنا لهم تمائم كلها اصدقائي. طب فرجيني هي وينه سنسور الليل والنهار؟ هذا هو، بنحطه على الدارة ثلاثة، شايفين اصدقائي؟ هذا حاله شغل اضاءة لما صارت الدنيا ليل، خلاص هذا القطع ما عاد في له داعي. ابدا ما عاد في له داعي. فممكن اقول لهم شيلوه. شايفين الدنيا ليل؟ الدنيا نهار طفت الاضاءة، الدنيا ليل بتشتغل اضاءة والامور تمام. هلا نفس الشيء بيصير تبعيت الحراره، سلك عم تكتكلو هدول، مش كبدي شغلهم بس وقت الهجوم. والله اصدقائي حتى هدول ممكن اترككم مع حساس الحركه، يعني انا غير وقت الهجوم ليش بيلزموني؟ منطقيا هلا عم فكر فيه ما بيلزموني غير وقت الهجوم. ايوه وهذا تبعيت الحرب، شلي يا خلاص ما بدي اياه خلاص. هي شغله السنسورات حلت لي الامور كلياتها. هلا اذا قرب شيء من هون بشكل اوتوماتيكي بشتغل اسلحتي، ما في داعي احط شيء. هذا حساس مشان البرودة، ممكن يشغل الدفايات هاد، إذا في عندي هيترات ممكن يشغلهم، بس غير هيك ما بيلزمني ترى هذا. فشوف راح أعمل له نان نان، أو هدول راح أقلهم كلياتهم لمكان ليش اسمه، غير لهم دار وقفوا هجموا. شوفوا أصدقائي هلا مثال عملي، يا إله إذا ما اشتغلوا راح أتبهدل راح أتبهدل راح أتبهدل. خلينا نشوف وين بده يهجموا. أو ماي جاد، من هذا الطرف. مشكلة هلا ما عندي أكل، هدول هجموا بصراحة بوقتهم. ما في حدا معهم طائر. توقفوا هون، توقفوا هون. شوف الحساس، يا رب اشتغل الحساس، يا رب. اذا ما اشتغل الحساس تبهدلت يا جماعه، والله تبهدلت. هجمت اصدقائي هي الاوباش. فارم بده يهجموا لعندي. شوفوا اصدقائي الحساس، بس ادخل نطاق الحساس مفترض يشتغل. شغل الإضاءة لك، عاش لك، عاش الحساس لك يا ربي الحساسات، شغلة 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 شغلة. يا إلهي ايش مبسوط الحساسات. دي وين الحيوانات تبعوتي؟ ما تقلي في واحد من برا. اه عم يقتلوا لي اياهم من هون. يلا 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 اقتلوهم،
علقتهم كلهم اصدقائي، شايفين الافخاخ ما احلاهم؟ لسه لو مكتمل بناءهم كلهم كنت كيفت اكثر، ولو عامل لسه هم مضادات على هذا الحرف انا كثير عم اتاخر بموضوع المضادات. وين في هون لسه شي حشره؟ لسه في واحد، وينه؟ يا واطي انا بفرجيك. اه في حدا هون، هذا من الحيوانات اللي عندي. سفقوه والله، هو كمان بيسفق عن بعدها. والله هذا الكلب هاجم. لك عشت ولك؟ لك والله عشت. طفى الحساس بشكل اوتوماتيكي، بيشتغل. واو والله اصدقائي عليكم، بصير الموضوع كله آلي، يعني بتجي بتروح الحشرات وبتجي وهاي، وانا اسال على حدا. اجوا الحشرات بوقتهم بصراحه. انا احوج ما اكون لشو اسمه؟ للطعام. وين هذا قتلوه هون؟ هذا كانه الريس تبعيتهم. عجبوني شغلة الحساسات يا شباب، والله عجبوني شغلة الحساسات. حبابيني بسرعه اقعدوا منهم، يلا هذول قربوا ياكلونا يا هون. ليك هون المركب اصدقائي اللي وقعت، ممكن اعمل سكافنج. البروتكشن هي ضروري يا ابني، هي الطاوله. العمى كانه عجقنا الدنيا هون، مع انه قال شو كبرت ووسعت. قال منيح ما شلت هذا المكان اللي هون. تعالوا شيلوا لي هذول اللي عم ياكلون. والله كانه الكلب اصدقائي بعد كل حياتي، حتى الكلب عم هي شو اسمه. ليكو اصدقائي فيني ازرع فيهم بدي عليكو، بختار مثلا ازرع يعني الشيء اللي ناقصني مثلا بصير بزرعه هون. هاد شكله ما بيتاثر ولا بشيء كونه او بيطلع حتى اسرع، بس بده الكتريك، بده كهرباء، الكتريسيتي. لا انت روحوا ناموا هلا والصباح رباح. شوفني اعمل فيها كرافت الكترونكس. حلو خليني اسوي الكترونكس ساوي 10. قديش عندي انا؟ عندي الكترونكس 28، خليني اسوي 10. يا رجال وظائف اصدقائي ليش اسمه؟ الزراعه وما زراعه. خلينا نرجع بقى لموضوع الزراعه من اول لجديد احسن. قلل الاكل عندي بطريقه مرعبه، هذا الشيء خاطئ يعني ما لازم يصير هيك، بس عندي حشرات هلا كثير. وخلينا نبلش كمان نصد لنا شويه شغلات الدلحم. يلا يا شباب هي المنطقه هلا كثير تاخرت اصدقائي، في ملاحظين صح؟ ترى تعقدت هذول حتى فضيتهم. اوه ماي جاد، بس هذوك بدون كهرباء. تعال نجربهم هون اصدقائي، هي مثل اذا حدود مكهرباء ليكو. واو بس بدي كانسل هلا، تعرفوا معناتها بدي موارد كهرباء لبكره الصباح. اصبح هذول انا عم بضحك على حالي فيهم. حساس الليل والنهار هو حساس هذا احسن شغلتين يعني يمكن عملتهم بهالحلقه، بس حساس الحراره كميت فيه. هذا طلع بس للحرارة العالي اللي شو اسمه يعني الحرارة الواطية لما توطب بشغل شيء. كوين ولا عم بيهدي بالبحث. كوين لك عاش كوين، والله عشت. او ماي جاد اصدقائي صار فيني اصنع انا اسلحتي. واو 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 اصدقائي ضوء البحث هلا طلع لي. خلونا نساوي هون، ما عندي فكرة شو بيساوي بصراحة، بس انه اسمه ضوء البحث. وعلى مثلا ما يهاجموني مخلوقات برحلهم هذا، حاسه معتبره مثل اذا شغله يعني له علاقه بالدفاع. خليني اسوي هون نجرب. هلا بوصل على الداره رقم 2. شوف اصدقائي عم ساوي هون سلاح وهون سلاح وهون سلاح، خطط التطويق. ليكو هذا اشتغل، هذا كانه بيتم شغال طول الوقت. لا حبيبي على 2 بس، على 2 ما بدي اياك تشتغل. الله يرضى عليك، هلا بتصرف لي كهرباء وبتخرب الدنيا. خلط انا الكهرباء عندي مخوطره على الاخر بشكل دائم، انه هذا تبع البحث يعني، بس يعني الضوء تبع البحث يعني، بس اجوا الاعداء بيأشر عليهم بس مشان يقدروا القوات الدفاعيه تستهدفهم بالشكل الصحيح. فانا ما راح اتركه يشتغل غير لما السنسور يحس انه في مشاكل. حلو والله عاش، هذا عجبني هذا. اذا هيك هذا الحيط بعد ما وسعنا العملية هون عم نشيله، حتى هذا الباب ما عاد في له داعي، ولا هذا الحيط ما عاد في له داعي. هو أصدقائي ملاحظين على التطور اللي عم بيصير بهالحلقة؟ هون ليش ما حطيت هون سلاح؟
يا إلهي على التطور اللي عم بيصير، بس ضروري اشبكهم كلهم على الدارات، لأنه إذا ما شبكتهم على الدارات راح أتبهدلوا أتبهدلوا. وهذا هلا هو هذا هيك لازم ساي كمان إيه، وأو ما عدنا نعرف أي هو الحساس. خلاص أصدقائي هاي الحساس الأول، هاي الحساس الثاني ممتاز، مناطق تعطيك الحساسات ممتازة. ممكن سين أصدقائي هذا مثلا الدارة 2 تشتغل هاي المضادات، هذا الدارة 3 تشتغل هاي المضادات، يعني ما ضروري يشتغلوا كلياتهم والله لحتى شو اسمه، يعني هاي الأسلحة خلاص بشغلة مع هاي الدارة. إيه بإذن الله هيك رح ساوي بإذن الله تعالى، عشان ما يشتغلوا كلياتهم ويصرفوا لي الكهرباء. هذا حطيناه رح يسكر صح صح، يلا حلو سكروا شباب الطيبة. أصدقائي أنا لازم ابني بالمكيف هذا، المراوح المراوح شكلها أبو شيء أبو فاضي. هذا المكيف شو بده أصدقائي؟ بده بس حديد وبده سي بي يو. واو أنا السي بي يو شو وضع الاكتشافات عندي؟ هاي عندي الفرد وبعد الفرد، طب هي بدي شيلها خليها على السي بي يو. السي بي يو أصدقائي كتير أهم بالنسبة لي. هاي من هون فيني أشتغل بالفرد، حلو فيني أشتغل بالكرافت العادي. وين الكرافت؟ الكرافت العادي الإلكترونيكس أنا حاطه أصلاً، بس ما مهم على الإلكترونيكس بقدر الفرد. أصدقائي ليش بدي السي بي يو؟ لأنه هدول مثلا مثل هذا السنسور بده سي بي يو لحتى ينبنى، فما بينبنى بدون سي بي يو. هذا لا ما بده، هذا مثلا بده سي بي يو الضوء، هذا مثلا بده سي بي يو الأسلحة بده سي بي يو، بس هذا الحديد ما بده. أو الأربعة قاعدين ما عم يشتغلوا، اشتغلوا حبيبات اشتغلوا. حبابي يا كوين استعجل لي بالسي بي يو، الله يوفقك لك والله عاش كوين ما أسرعه ما شاء الله. يا أخي كوين كفو، كوين كفو. شو وضع دول أصدقائي؟ ريلاكسيشن، ريلاكس، تعرفوا كأنه كلنا عندنا ريلاكس قليل. فرجينا شو وضع ريلاكس قليل قليل، لا كثير 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 كثير. بس هان هان تعال حبيبي بليد ارت، حلو بسطنا لها ممتاز. هان تعال اعقبها لهي، شفتوا يا اصدقائي اللبس ليكوا لي هاللبسه؟ واو والله عاش ماكي والله، ليكوا اصدقائي ملبسه هذول سينتيتك كلائك والله كثير رائع. هلا قديش هي بتقاوم بالحراره؟ عند الناقص 11 وال 45. واو مقاومة الحرارة رائعة. ليه أنا هون عامل حيط؟ ما أنا عامل حيط أصدقائي، هون أنا كارثة عامل من دون حيط. طلع شو راح ساوي حيط، وهون باب. لا شيلي هاد كانسل، حلو. هلا الباب بعرف راح يوقعوا، تعرفوا والله لازم أحط لهم هاد بشكل مؤقت، راح أحط لهم أصدقائي دراج عشان ما يوقعوا. حطيتهم أصدقائي هون يساووا مولد ديزل تاني، بطاريات ما عم يلحقوا عندي والله ما عم يشحنوا، أنا راح يجنني هاد الشيء. حتى هذا وقفت له طفيته تبعية الزراعة هيك المتقدمة مثل إذا بيوت بلاستيكية أو هيك، وقفته بدي أشوف بدهم يلحقوا البطاريات يشحنوا ولا لا. تخيلوا أصدقائي إذا بيجوا عليه حدا والله العظيم بيتبهدل النظام، بيتبهدل. تفرجوا ما شحنت كثير. يلا بنولي هذا، بنولي 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 أي ثواني خلينا نشوف أصدقائي شلون. يا إلهي شلون راح يصير هلا البيت، طلع ما أحلى، طلعوا طلعوا أصدقائي شو عم يصير ما أحلى، شايفين؟ أسطوري أسطوري. بلش يبنوا، خلص على السي بي يو أخيرا. تعالوا حبيباتي فورا اصنعوا لي سي بي يو. كوين ترك عنك وتعال بسرعة كرفت لي سي بي يو بسرعة بسرعة. وقف لي موضوع الأبحاث شوي حبيبي، يلا وقف لي. ليكو السي بي يو أصدقائي بده سيليكون وبده حديد، حديد عندي كتير والسيليكون اعتقد كمان عندي كثير، انا ما شاء الله ما انا مهدي موضوع السيليكون بزراعته. هلا قديش بيطلعوا لنا وحده؟ اوه بس وحده؟ كل هالشغله لوحده بس؟ صار عندي سي بي وصنعه عندك، دخل عينك يا كوين والله انك شطور بطل. يلا تعال عمير خلص، تعال اعمل لي اير كونديشن يلا. والله هتشغلوا لك والله عاش. يلا البطاريات شو وضعهم؟ بدي بطاريات بس يلحقوا يشحنوا سوا، هذا غالبا بيصرف كثير كهرباء. هلا انا اصدقائي كل قصصي شغال على الكهرباء والكهرباء عندي ما قويه، ماني عارفان شو بدي سايل. عملت له جنريتر ثاني وعملت لهم من هدول، وهدول تعرفوا بدي كترهم شوي كمان، حتى هدول بدي كترهم كمان. تعرفوا هدول كلهم ما موصولات، يا الله يا الله هدول ما موصولات اصدقائي. ياخ 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 يا ربي راح تجيني الجلطة بعد شوي. فرجوني هذا حطه ركبه. اوه ايه
التارجت انه يساوي لي درجه الحراره مثلا 30. اخي ما بدي اكثر من 30. هلا الكهرباء ليش تحملت العاده؟ ليكوا اصدقائي كم حقل الكهرباء عملته. ملي كونستراكت الله يوفقك. اصدقائي ما فينا يجي لهون لحتى اعمل كونستراكت. فهمت شغله، وانا ببالي ليش ما عم يعملوا كونستراكت، ليش ما عم يسوي، ليش ما عم يسوي. يلا هلا بسوي، هلا بشتغل هذا الحيط، بس اشتغل ببلش يساوي هذا، وبس نخلص بدي اسوي لي سقفيه هون هيك هيك. حلو يلا اشتغلوا حبيبات يلا. وهي كمان رح اسوي لي شغله هيك هيك. ليه الكهرباء عم تشتغل في اصدقائي ولا شو الفكره؟ ايه حساس الليل والنهار شو قصته؟ تهيألي انه الكهرباء عم تشتغل وتطفى، كأنه كهرباء ممتازة يا إلهي، بطاريات عم تشحن مثل بالغيم. كوين كوين حبيبي انت ما بقت ساي غير سيبيو، بس سيبيو. تعرفوا اصدقائي راح قلوه للكوين بالاكتيفيتيز تبعيته، بس اسامبل شلي كونور من اسامبل وشل. والله كونور كفوها، خلي لي ركب، بس ركب الاسامبل هلا اصدقائي. صار تعرك يا حبيبي، خلي يخلص اول شيء الكونستراكشن بعدين بيجي. نيو بورد اصدقائي، اجاني بيبي صغير جديد. طيب تعالوا هذا شو عم ينايموا بيناتكم هذا؟ يا الله اصدقائي والله شغلتهم شغله. هاد شو؟ هذا فيميل، فيميل ميل، نقتل الام، نحن كثير اسفون. حد ذبح اصدقائي. ليش عم سكر الشبابيك؟ انه في مكيف، يعني تمام اول مشغل مكيف فاتح الشبابيك، تروح كل البروده او الدفع يعني. طيب هيك ممتاز صار الوضع، خلينا نكمل معناتها هي هيك. وهذا اصدقائي بدي اشيله، او ما بدي عفوا ما بدي ايده، ما فيني انقله؟ لا بدي اضطر اشيله والله للاسف. ها اشتغل الضوء، ليكوا اصدقائي عم يشتغل الضوء ويطفى ما بعرف ليش. تحسوا الحساس في مشكلة والله، مدري شبه ايه هذا خطأ من اللعبة، كأنه ما شو لك يا ابن الحلال ايش عم تشتغل حساس ولو شبه. ما عندي فكرة شو بسوي. اوه البطاريات فل يا الهي، بطاريات كل اصدقائي، تخيلين الوضع. لك والله عاش، لك وصلنا يا شباب، لك يا شباب بحسنا الدنيا كلها والله، والله بحسنا الدنيا كلها. طب اصدقائي انا يمكن ما بعرف لازم اتوقف او ما لازم اتوقف، صدقا ماني عارفان. خلونا اصدقائي نتوقف هون، لانه الحلقه كثير صارت مشتغل فيها كثير شغلات وكثير متقدم فيها عن الاول كثير كثير. شفت عملنا هون الحساسات كلها، وحساس الليل والنهار وحساس الحراره وحساس الحركه، وبنينا ردينا هذا الدروع وزبطنا شويه امور بالزراعه وزبطنا هون الوضع كلياته، نقلنا هي الغرفه كلياتها لهون. ما راح اطول هذا على الصيد، لسه عندي اكل كثير. اصدقائي بتمنى من كل قلبي انه هي الحلقه نالت اعجابكم، كانت مثل ما انتم متصورين واحلى. اذا عندكم اي اقتراحات اي شغلات تحبوا تفيدوني فيها كثير راح اكون مسرور اني اسمع منكم. هذا كان كل شيء حلقه اليوم، بتمنى نالت اعجابكم وتحياتي.